محتاجين انا ما احتاجيش شكون اللاعبين اللي يحتاجوا انا ما احتاجيتش حنا قبلنا النتيجه بهذا كما كانت النتيجه اللعابه اللي كانوا قراب العمليه بان لهم البيت هيك الركله كدوي على الريكلاماسيون ديال البيت هو من حق اللعاب اشو ولكن حنا ما كانت شي رد فعل كان الامور طبيعيه رايك في المستوى والنيفو اللي ظهر به اليوم يوسفيه بارسيد واش كان كيستحق احسن من من من, من الهزيمه بواحد الفهم ممكن كان تعادل انا شفتوا الاطوار المقابله كان تاثير ديال الطرد ديال الوقت اللي كان هذاك اللعاب غادي يتغير كان طرد فتبا ارتابك المدرب يعني ترتابك الاوراق ولكن الحمد لله من ما كانش شي خساره ثقيله فواحد زيرو ماشي بغريب على الوداد فريق كبير ونتمنوا ليه التوفيق والحمد لله على النتيجه اللي كما كان الظروف الاجواء دابا داخل فريق يوسفيه بارسيد كيفاش دايره غادي ان شاء الله يكون غير خير القادم يكون احسن ان شاء الله لا تنسوا الاشتراك في قناة الأيام 24 وتفعيل خاصية الجرس ليصلكم كل جديد.